قائم مسي عليك بالخير. يا هلا وغلا فيك. طول عمرك. اليوم صرحت بأن الكويت تمر ب يعني وضع مؤزم جدا ومخيف، وقد يقف راتب الموظف التابع للدولة لثلاث أشهر. نعم، أولا مساكم الله بالخير. فعلا كان في تصريح في هذا الخصوص، لكن قد فهم تصريحي بشكل خاطئ. اليوم احنا امام ازمه كورونا، صحيح، وامام اسعار نفط متهاويه، وهو موردنا الوحيد، وللاسف احنا ما نتحكم في اسعاره. طبعا هناك منظمات تتحكم في سعر موردنا الوحيد. اليوم هناك ازمه اقتصاديه كبيره راح نمر فيها. الحكومه اتت في مشروع الدين العام، ورفضنا هذا المشروع في السابق يوم تم تقديمه، واعادوا النظر فيه مره ثانيه وقدموا مرة أخرى. كانوا طالبين 25 مليار، اليوم طالبين 20 مليار. نعم. وهذا لي تصريح سابق وعن قناعة، أنا أرفض يعني إقرار هذا القانون الدين العام. أهم سبب لرفضه هو بأن لم يتم تحديد أوجه الصرف، فلا يمكن أني أعطي أن أروح أنا أقترض، وبالنهاية أنا ما أدري الفلوس أين ستذهب. لهذا أطلق على القانون بأنه معيب. أنا تسأل اللي طلق على 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 هذا القانون معيب، ولكن اليوم أنا لما يحطوا لي عناوين عامة، هذه ما اسمها توجيه أو تحديد صرف هذه المبالغ. اليوم أنت عندك مشاريع مليارية فاشلة، عندك أمور كثيرة صراحة يشيب لها الرأس، عندك مشاريع في القطاع النفطي. يمكن أنا استجرت وزير النفط أنا ذاك لهذه الأسباب. عندك خسائر في وهدر في الأموال العامة، عندك عقود استشارية كبيرة ما لها يعني مكان عندنا أمانة، ومنها الاستشارات اللي موقعين مع البنك الدولي وآخر، تكلف عشرات وعشرات الملايين. أنا بطمن الشعب الكويتي، نعم اقتصادنا قوي، ولكن اقتصادنا اليوم الخارجية، استثماراتنا الخارجية هي بشكل أصول سندات، أسهم، عقارات، ودايع، صناديق استثمارية، محافظ استثمارية، ولكن مكاش، ولا نستطيع أن نسيلها اليوم. اليوم العالم الاقتصادي كله متهاوي، فإن سيلنا إحنا الخسرانين. ولكن هناك أفكار طرحت من بعض الأخوة النواب، وهي حلول أمانة أنا كعمر مقتنع فيها، وهي تحويل الأرباح المحتجزة في هيئات الدولة وفي وزارات الدولة للحكومة، وهذه الأرباح كفيلة بأن تساعدنا على تعدية الوضع الاقتصادي السيء اللي احنا اليوم نعيش فيه، وكذلك حتى يستمر صرف الرواتب للناس. من نهاية الرواتب هذه خط احمر ولا نقبل المساس فيها. هذا واحد. يعني سيد عمر، الدوله غير عاجز، هل قد تكون عاجزه عن دفع رواتب موظفين في من خلال ثلاث شهور القادمه؟ اذا ما تحركت وحطت الحلول باسرع وقت، ومنها تحويل الارباح المحتجزه، ولكن مو بطريقتهم الدين العام اللي جايين فيه من غير تحديد اوجه الصرف. هذه الكارثه، وهني اللي فهم غلط من تصريحي. هذا واحد. اثنين، عندنا صندوق اجيال قادمه متين جدا، تفضل من واحد احد متين جدا، صحيح، ولكن ايضا في كاش وفي سندات واصول ولا جميل. عندنا تصريح لنائب رياض العدساني، مناقض يمكن نوعا ما لرايك استاذ عمر، خلينا نشوف بس التصريح. وطمئن الشعب الكويتي بإذن الله برواتبكم مستمرة واقتصادنا ممتاز. اجتماعنا في مجلس الأمة قمت بعرض الحالة المالية للدولة، وما أملك من بيانات والمعالجات والحلول الاقتصادية، إلا أن الحكومة لم يكن لديها بيانات، وما ذكرته هي فرضيات. يعني هذا الرأي يعاكس رأيك قبل شوي. أبدا أبدا، كلام رياض العدساني لعب العكس كلامه، بس مطمئن جدا و يتكلم. هذا كلامي توا. عندنا اقتصاد متين، نعم عندنا اقتصاد متين، ولكن الحلول اللي وضعت، احد الحلول اللي وضعها الاخ رياض العدساني، وهو حل انا اتفق معك تماما، وهو تحويل الارباح المحتجزه للدوله. لكن لازم ناخذ قرار. ان ما اخذنا قرار وقعدنا نطالع الوضع كذي، هني راح تتهاوى الامور الاقتصاديه، هني راح ندش على المساس. اذا قدمتوا مشروع بهذا الموضوع سيطرح تقريبا الجهه التنفيذيه تقدم الحلول. اليوم احنا كنواب قاعد نساهم مساعده الجهه التنفيذيه وهي الحكومه. رياض العدساني قدم الحل من زمان، قدم الحل الاخ رياض، حل ممتاز للحكومه حتى ما نصل الى المرحله السيئه. هناك اصول، نعم هناك اصول، هناك كاش، نعم هناك كاش، لكن اين الكاش اليوم؟ ليس في الاحتياطي العام، موجوده في الارباح المحتجزه.
هذه اللي لازم الحكومة اليوم تاخذها. نتأمل منكم صراحة يعني مثل هذه الحلول والجلسات القادمة تكون جلسات ونتمنى تحل مشاكل كثيرة. صحيح. وعلى الحكومة كذلك أن تأخذ هذه الحلول بعين الاعتبار. صحيح. في النهاية كلنا مركب واحد. سعد عمر الطبطبائي، كل الشكر لك على وجودك معنا في هذه المداخلة. شكرا لك. فعلا ترى الأمر الاقتصادي يحتاج إلى جلسات، وهناك صحيح. حلول يمكن قد تكون معقولة وحلول قد تكون شوية نوعا ما صعبة. بالضبط. أكيد. وإحنا كلنا أمل أكيد في حكومة الكويت. صحيح. ومجلس الوزراء لإيجاد هذا النوع من الحلول. بإذن الله أكيد مثل هذه الأمور يعني المواطن إن شاء الله ما يكون عنده هذا النوع من التخوف والهلع. صحيح. فيما يمس